أرحب بالسادة النواب سيد رئيس عمدة مجلس جماعة فاس، كذلك أرحب بالسادة رؤساء المقاطعات، وأرحب بجميع الرؤساء والممثلين الهيئات الخارجية الحاضرين معنا في هذه الورشة. فموضوع هذه الورشة يقوم حول الهجرة في إطار تنزيل السياسة الوطنية والاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء على المستوى المحلي. ففي إطار دعم وتقوية قدرات الجماعات الترابية في مجال الهجرة واللجوء ينعقد هذا الورش. فمرحبا وأهلا وسهلا بجميع المنظمين. يحضر معنا الأستاذ حسن شفالي ممثل الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، كما تحضر معنا السيدة إيزابيل كابريس المنسقة المركزية للوكالة الألمانية جيز، وكذلك يحضر معنا ميسرا ومنشطا لورشة اليوم الأستاذ يوسف تاسلي فهري. أهلا وسهلا بالجميع وبالتوفيق لأشغال هذه الورشة. صوت مشاعر تسمعني لما نشكر جماعة فاس ومدينة فاس. هذه الورشة حقيقة تكون سعيدة، تحاول مشروع على جائزة يعاون الجماعات باش يدرسوا المشكل تاع الهجرة. تحدي الهجره هو مشكل عميق معروف. je vais parler un peu sur l'avancement de cette stratégie. Comme vous voyez donc voilà les fondements de cette stratégie. On a des dates bien précises. Vous voyez donc que ça a commencé à partir du 9 septembre à partir de l'élaboration des rapports sur la thématique migratoire qui a été fait par le Conseil national de l'immigration, et c'était le 9 septembre. Et au lendemain, Sa Majesté le Roi a donné ses ordres. بسم الله الرحمن الرحيم. يأتي تنظيم هذه الورشة في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية الحكومية في مجال الهجرة. وهذه الورشة من تنظيم وزارة الداخلية، الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، والوكالة الألمانية جي زد. الهدف منها هو تطوير ودعم قدرات الجماعات الترابية في مجال الهجرة عن طريق برامج وعن طريق ورشات وعن طريق كذلك مقترحات واقعية تتناسب مع خصوصية كل جماعة على حدة على المستوى الوطني. حضورنا اليوم هذا اليوم الدراسي أو ورشة عمل فيما يتعلق بالهجرة، واللي فعلا احتضنته الجامعة بتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الخارجية والتعاون والهجرة مع منظمة الألمانية. وهو يوم طبيعة الحال هو يوم تواصلي ويوم تحسيسي. طلعنا عليه فعلا من خلال مجموعة من العروض على استراتيجية الدولة في التعامل مع الهجرة والمهاجرين. طلعنا على مجموعة من الأمور أو الخطوات أو البرامج العملية اللي شرعت فيها الوزارة الوصية زهاء سنة ونصف في هذا المشروع. واتضح لنا من خلال مجموعة من المداخلات بالبرهان هو أن فعلا أن ظاهرة الهجرة هي ظاهرة. سؤالي واش كاين اليونيفرسيتي افكتيفون باسكو فوز افي ايفوكي سيتي ان بوان تري امبورتون واش كاين اليونيفرسيتي هي انفيتي ولكن ماشي دوماج
Parce que lorsqu'on parle de formation dans ce champ de domaine, ça dépasse la formation de l'acteur sur le terrain. C'est des ONG. En principe, la formation, moi ce que je sais, c'est qu'il y a des modules dans l'université, et l'université doit être un acteur فاعل جد مهم في هذه الحلقه في هذه علاش؟ لانه الواقع ديال المغرب شنو؟ ملي كيتكونوا جمعيات الاول تتكون لومبيسيون هذه جمعيه باش نعاون باش نديروا باش نديروا الان راه كاينه جمعيه دابا التي تهتم بواحد لي مرض مونطو اللي راه 6 شهور ما قدرتش تخدم تخلص الخدمه علاش؟ بوكوا؟ باسكو او نيفو دو لا جيستيون اون جير با لو ان جي بحال كنجيرو لونتربريز في لي ستاتزوني عندهم كيف la formation des entreprises, des managers des entreprises, nous avons aussi les managers des ONG et des associations. Ce dont nous avons besoin. الوزارة المكلفة بالهجرة والمهاجرين واللجوء كذلك كاين منظمة الألمانية للتعاون. هو حقيقة موضوع مهم، هناك تواجد كثيف للمهاجرين، المهاجرين بلدان متعددة سواء إفريقيا أو آسيا، ومع ذلك اليوم المنظمة الألمانية جيز جات بمشروع مهم، مشروع متكامل، مشروع من أجل تقديم المجتمع المدني بمدينة فاس والرفع من قدرات كذلك الفاعلين السياسيين، وأقصد الجامعات المحلية اللي هما كذلك متواجدين معنا واللي انفتحوا على هذا الموضوع كذلك بشغف من أجل تطوير الميكانيزمات التعامل مع المهاجرين بمدينة فاس التي تعرفه في حقيقة هي تعرف تاريخ طويل، عندها علاقات ثقافية مهمة بزاوية تجارية بالسنغال، هناك حج لهاد المهاجرين. Je me présente, je m'appelle Isabelle Cuper, je suis conseillère technique pour la coopération allemande au développement. Aujourd'hui, nous organisons à la commune de Fès un atelier de planification dans le cadre du projet Renforcement des capacités des collectivités territoriales dans le domaine migratoire, RECOMIC. C'est un projet qui est financé par le gouvernement allemand, par le ministère de la coopération économique et du développement, et qui est mis en œuvre en partenariat avec le ministère des Affaires migratoires et chargé des Marocains résidant à l'étranger, ainsi que le ministère de l'Intérieur. C'est un projet qui porte sur 3 ans, de 2014 pardon, jusqu'à 2017, avec un budget total de 3,5 millions d'euros et qui a comme objectif de renforcer les capacités de 10 communes partenaires afin de créer les conditions pour une intégration économique, sociale et culturelle des migrants, des réfugiés et des Marocains de retour. هاد السنتين 2014 في اطار تنزيل الاستراتيجيه الوطنيه، وحنا نحن كمجلس يعني في اطار التنزيل ديال هاد السياسه، فهذه كانت فرصه من اجل التعرف على حيثيات الموضوع ومن اجل كذلك يعني التعاون مع الاشراف مع الاطراف الفاعله داخل المدينه. وباسم مجلس الجماعه وباسمكم جميعا كنشكروا السيد الممثل على الوزاره المكلفه بالمغاربه المقيمين بالخارج وشؤون الهجره، مرحبا بك مرة أخرى إن شاء الله معنا. وكذلك كنشكروا السيدة إيزابيل كوبريس على التعاون ديالها الألماني في إطار المغرب عن طريق المؤسسة جي إيزاد، وكنشكروا كذلك السي يوسف اللي كان معنا وحاضر يعني منشط طيلة اليوم وطيلة الورشة، وكذلك جميع الفاعلين وجميع الحاضرين معنا بالأسماء ديالهم وبالصفات ديالهم، وأهلا وسهلا بكم وشكرا على الحضور في هذه الورشة هذه. شكرا.